بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. معكم السيد بطياف محمد، مسير موقع تسجيل نازجر للتراث العالمي. موقع تسجيل نازجر يقع في الجنوب الشرقي للجزائر في الحدود مع دولة ليبيا والنيجر. مساحته تقدر بحوالي 72 ألف كيلومتر مربع. صنف منذ 1982 على لائحة التراث العالمي كموقع مختلط ثقافي وطبيعي. صنف فيما يخص التراث الثقافي على المعيارين 1 و3، حيث أنه يشكل المواقع المتواجدة به تشكل جزء من تاريخ الإنسانية. وأما في الجانب الطبيعي فصنف المعيارين 7 و8، لأن التشكيلات الجيولوجية المتواجدة به تشكل جزء من تاريخ الأرض، كما أنها تشمل مواقع غاية في الجمال. موقع تسجيل نازجر أثناء هذه الأزمة الصحية التي يمر بها العالم ككل، ومثل كل المواقع تم غلق كل المناطق المخصصة للزيارة. وقعت العرض المتواجدة بالأقسام الخارجية وهي مراكز للزوار بنيابات المديريات المتواجدة بمدن إليزي وبرج حواس وجانت. كما تم أيضا وضع حوالي 50% من العمال في إجازة استثنائية نظرا لتطبيق تعليمات الحكومة من أجل التباعد الاجتماعي للحد من انتشار هذا الوباء. فيما يخص الجانب الإيجابي من هذا الأزمة، فإن بعض المواقع خاصة الطبيعية منها، ونظرا لنقص عدد الزوار المتوافدين عليها، لاحظنا أنها شهدت نوع من الراحة. فهناك بعض الأنواع النباتية والحيوانية بدأت تتكاثر وتظهر وتنمو أحسن مما كانت في السنوات السابقة.